وبندقية القعدان المفتوح للثنايا والمسافة هي 8 كيلومترات. أسماء تتواجد، شعارات تحضر من أجل المنافسة، من أجل المنازعة على هذه البندقية. نجد يتواجد، الشامخ وأيرجنت، هملول وأرباب، وذنان وهداد، الوعب ولافي، القحيدي وجياش، ومصيحان وكفو، ومعاند أسماء. إذن 14 اسما من الكواكب السيارة التي تتواجد هنا في هذا الشوط القوي جدا. مقدمة هذا الشوط مباشرة لقراءة لمعطيات الأمور، أرى الصدارة مع هداد. الله يا هذا الاسم، هداد لم يتأخر كثيرا في الظهور، بينما جاء هنا سريعا إلى موقع ممتاز، إلى موقع الصدارة. هداد لهجر العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. نتابع المركز الثاني ونجد من يحتل المركز الثاني. هنا كفو لهجن الرياسة، من قدمت مشاهدين الكرام الذيبة في كأس المحليات، وانتزعت مع راشد بن محمد بالسم المنصوري كأس المحليات. إذا يضمر كفو مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. بينما المركز الثالث هنا يظهر إيرجنت بشعار هجن العاصفة التي توجت بكأس المفتوح من خلال انطلاقة القمرية. الله، حمد بن راشد بن غدير يتابع إيرجنت، تحرك كفو وهداد هناك في المقدمة، ما زال في الصدارة من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. صدرت التعليمات. الله يا هداد، الله يا هداد. هداد إذا مع العاصفة يمضي إلى هذا الرمز، يمضي إلى هذه البندقية الذهبية. ولكن كفو قادم. هجن الرياسة تعلن التحدي، ترفع راية التهديد، تهدد هداد. ولكن هداد هو من يهدد، ينطلق في الصدارة. كفو على المركز الثاني، مبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي يدفع بكفو في المركز الثاني. هداد كفو وهداد. هداد صامد مع البندقية، يريد البندقية. كفو قادم مع المركز الثاني. هجن الرياسة تتنافس مع هجن العاصفة على بندقية الثنايا. القعدان ما بين هداد، كفو وهداد. الله الله الله، اللحظات الأخيرة. صعب الموقف. ما بين كفو، البندقية الذهبية لمن؟ الله 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 الله، العاصفة مع هداد، العاصفة مع البندقية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على فوز هداد بالبندقية الذهبية، وهذا الرمز الجديد. المركز الثاني كفو لهجن الرئاسة. المركز الثالث جاء فيه الوعب لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الرابع كان من نصيب إيرجنت. أول المركز الرابع، المركز الرابع لهجن الرئاسة واسمه المركز الرابع وذنان لسعادة الشيخ القاقا بن حمد بن خليفة الثاني. بينما المركز الخامس لهجن الرئاسة واسمه الشامخ. إذن التوقيت الزمني لحظة وصول هداد لهجن العاصفة 12 دقيقة و26 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. توقيت ممتاز لهجن العاصفة، نهنئهم على انتزاعهم للبندقية الذهبية مع هداد. بينما المركز الثاني كان من نصيب كفو، وتوقيت الزمن 12 دقيقة 27 ثانية. وبالوفاء والتمام، تهانينا لهجن الرئاسة والمبارك بن أحمد بن ماجد الخيلي. أما المركز الثالث فجاء فيه